للتسجيل على منحة الداد الألمانية، نقوم بكتابة اسم المنحة على محرك البحث جوجل، ثم ننقر على International Programs، ومن الصفحة الرئيسية ننقر على كلمة داد، ثم من الأسفل ننقر على Fiber Scholarships، ومن هذه الصفحة ننقر على داد Scholarships، ومن هنا ننقر على رابط Scholarships Database، وفي هذه الصفحة نقوم بالبحث عن اسم المنحة إيبوس، ومن هنا يمكن التعرف على الدول التي يمكنها التقديم للمنحة. نلاحظ هنا وجود اسم اليمن ضمن قائمة الدول، ثم ننقر على هذا الرابط لمعرفة التخصصات والجامعات المتاحة وتاريخ انتهاء التقديم. ومن هنا نتعرف على دليل المنحة والذي يحتوي على البريد الخاص لكل برنامج من البرامج المتاحة من أجل إرسال الوثائق إلى الجامعات المختارة من قبل الطالب. ومن هذه الخانة يمكننا التعرف على الشروط الخاصة لتقديم الطلبة اليمنيين على المنحة، ثم ننتقل إلى الخانة الثالثة، ومن هنا نحمل نموذج التقديم بالنقر على داد Application. بهذه الخطوة نكون انتهينا من الأمور المطلوبة من الموقع. الخطوة التالية: نجمع الوثائق المطلوبة في ملف خاص بالمنحة ويحتوي على نموذج تقديم الطالب بكامل البيانات كالتالي. كما يحتوي ملف التقديم أيضاً على السيرة الذاتية بالنموذج الأوروبي، ويجب توقيعها شخصياً، بالإضافة إلى المتطلبات التالية: خطاب الحافز الموقع شخصياً، رسالة توصية حديثة من مقر العمل الحالي مرفقة مع ترويسة وتوقيع وختم رسمي، شهادة خبرة لمدة سنتين أو أكثر، شهادة في اللغة الإنجليزية أو الألمانية إن وجدت، نسخ من الشهادة الجامعية وسجل الدرجات. وبعد الانتهاء من تحضير جميع الوثائق المطلوبة، نقوم بإرسالها جميعاً عبر إيميل الجامعة التي تم اختيارها من ملف دليل المنحة. فريق إعداد برنامج فرصة سيضع نماذج جميع الوثائق في ملف واحد، يمكنكم تحميلها والاستفادة منها من الرابط أسفل الفيديو. نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين. Thank you.